نلاقيه على مستوى كرة القدم. تعالوا نرحب هاتفيا بنجم من نجوم كرة اليد المصرية وأحد أبرز لاعبي منتخبنا في هذه البطولة، أحمد هشام سيسة. منور الدنيا سيسة، ومليون مبروك التتويج، وكالعادة بتفرحونا. الله يبارك في حضرتك، ألف شكر والله. ده حاجة أنا ليا الشرف إن أنا أكون مع حضرتك. شرف كبير ليا أنا، وبنشكركم على اجتهادكم ومجهودكم واللعب تحت أي ظروف بنفس الجد ونفس التركيز. طبعا أنا الواحد فرحان جدا إن هو أسعد الناس دي كلها، الناس اللي جد دعمتنا كجمهور، حتى كاتحاد، وزارة، البلد كلها. بجد الواحد بيبقى فرحان إن الناس كلها واقفة وراه، وفي الاخر النتيجه بتبقى جميله جدا زي النهارده بجد. فالواحد فخور باللي حصل بجد. هل حسيتوا في انطلاق البطوله او قبلها مع الاهتمام والتركيز الشديدين من الجمهور بامم افريقيا لكره القدم بشويه انزعاج؟ هل حسيتوا ان ده سواء ضايقكم في الاول او اداكم حافز، ولا ما كانش اساسا في حساباتكم سيسه؟ لا خالص، هي الفكرة طبعا الرياضة الشعبية اللي في مصر كلها هي الكورة، الناس كلها متابعة كورة، بس تيجي بعد الكورة اللي هي رياضة كرة اليد، الناس متابعانا جدا، مدعمانا جدا، عندها أحلام كبيرة لينا بطريقة كبيرة جدا، إن المنتخب ده لازم يكسب كأس عالم، المنتخب ده لازم يعلق ميدالية في الأولمبياد، فبيدينا حافز. احنا مش عايزين نزعل الناس دي، وكان الخطوه المهمه الاساسيه ان احنا كنا لازم نكسب افريقيا دي، لان افريقيا دي هي اللي مؤهله للاولمبياد مظبوط. باريس 2024، وكنا كمان عايزين نعمل سلسله انتصارات للجيل ده بجد ما حدش عملها، ان احنا نكسب 3 افريقيا ورا بعض. مظبوط. انتوا النهارده شفتوا ازاي الحضور الجماهيري، وكان ايه دوره معاكم في الماتش النهارده؟ لا حضور الجماهيري بجد من دور الثمانيه والسيمي فاينل ماتش تونس، اللي هو يعتبر المنتخب العنيد مع منتخب مصر، كان تقريبا الاستاد كله مليان، والنهارده طبعا ما فيش كرسي فاضي. ايوه، فده حاجه تفصل كل لعيب وتدي له الاريحيه ان لا احنا بجد احنا ما ينفعش نخرج الناس دي زعلانه، صح، احنا لازم البطوله دي لازم نكسبها تحت اي ظروف، ما ينفعش. ايوه، فده طبعا كان بيدينا قوه وحافز، لا احنا لازم نكسب، وربنا كرمنا الحمد لله. التلت الثاني من الشوط الثاني النهارده كان في تراجع نسبي او فوقان نسبي لمنتخب الجزائر قبل رده فعل قويه قوي مننا، حسمنا بيها تقريبا المباراه قبل 10 دقائق من نهايتها. كلمني عن الفتره دي وازاي تعاملتوا معاها كابتن سيسه. هو طبعا المباراة في الأول كانت فتحت للمنتخب المصري لينا يعني، بس يعني طبيعي احنا بنلاعب فرقة منتخب قوي جدا واسمه كبير زي منتخب الجزائر، فطبيعي الماتش ممكن بالذات كرة اليد بيبقى الماتش رايح جاي رايح جاي، ممكن يبقى المنافس كسبان 6-7 وفي الآخر الماتش يتقلب كده لوحده بإن احنا اللي نكسب أو العكس كذلك. فده انا بحسه لا هو ده سيناريو ماتش عادي يعني، تمام، مفيش حاجه حصلت. ايوه، هو ممكن يكون الفتره دي هو دي الفتره اللي هو حس ان هو خلاص قوته جت، ايوه، واحنا مثلا قوتنا قلت شويه في الفتره دي، بس الحمد لله قدرنا نعدي الفتره دي بسرعه وقدرنا نكسب الحمد لله. الحمد لله. طبعا انت شايف الناس كلها بتبارك وفرحانه، وفي نفس الوقت بتقول لكم عشان خاطرنا بقى وعشان خاطر كنتوا قبل خاطرنا عايزين ميداليه في الاولمبياد. ايه اللي ممكن ترد بيه على الجمله الخالده من الجمهور المصري تجاهكم فيما يخص الأولمبياد؟ والله ده اصلا حلم لكل لاعب موجود في اللعيبه دي، هو نفسه يعلق ميداليه في الاولمبياد قبل الجمهور اصلا ما نفس المنتخب ده يعلق ميداليه، لان ده بتبقى علامه كده لاي رياضي في العالم ان الميداليه دي حاجه مهمه جدا. احنا والله بنعمل كل اللي علينا، بنتدرب، بنعمل معسكرات، معانا مدرب على اعلى مستوى بجد، سيستم كبير محطوط من بدايه لحد النهايه، هنفضل مكملين عليه، تمام، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا بدعوات الناس كلها ان احنا نحقق ميداليه في باريس ان شاء الله. ان شاء الله. ايه اللي شايفينه مختلف ما بين المدير الفني الحالي باستور والمدير الفني السابق اللي برضه كان في نجاحات اتحققت في وجوده مستر بيروندو؟ ايه الفارق في سواء في السيستم او في طريقه التعامل ليكم كلاعبين؟ انا شايف والله من بدايه خالص اللي هو الاتحاد لما خد الخطوه ناحيه المدرسه الاسبانيه من 2019 كان مع المدرب ديفيد، ايوه، مستر ديفيد كان حقق 8 عالم، وبعد كده جه مستر باروندو برضو عمل انجازات قويه جدا، 2 افريقيا، 4 اولمبياد، 7 عالم مرتين. فانا بحس ان هم بيكملوا بعض يعني، المدرسه هي مدرسه اسبانيه، بس طبعا مستر باستور هو
يعتبر من مؤسسين المدرسه دي، تمام. يعني هو المؤسس مدرسه الاسبانيه دي، فيعني يعني بالبلدي كده هو صاحب الكشكول يعني، مفهوم تمام. فهو مدرب على اعلى اعلى مستوى بطريقه مرعبه جدا. الحمد فاحنا لله. طبعا عندنا خطه وعندنا حلم كبير ان شاء الله في الاولمبياد ان احنا نقدر نعمل حاجه باذن الله. ان شاء الله. اخيرا يعني ما ينفعش قبل ما اختم معاك ما اعزكش في وفاه المرحوم نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق، لعلمي بقربه الشديد من الرياضيين في الالعاب الجمعيه المختلفه. ف يعني لو تحب تقول رساله ممكن تقول ايه؟ والله الواحد طبعا حزين جدا بجد، يعني الراجل ده بالنسبة لي حتى على المستوى الشخصي يعني كان داعم بطريقة كبيرة، يعني على مستوى الشخصي ليا المستوى مع الشخصي. على حتى فرقة الهندبول في النادي الأهلي كان هو اللي محتضن الفرقة، كان دايما بيدعمنا، دايما في سبورت جامد، حتى لما وقت ما كان جات علينا فترة بنخسر برضه عارف إمكانيات اللعيبة دي، عارف إن اللعيبة دي تقدر تكسب، عارف إمكانياتها، بيقول حرام إن اللعيبة دي بأساميها دي وإمكانياتها دي إن هي تخسر. ايوه فأنا بجد يعني الواحد حزين جدا على فقدانه طبعا، بس هو راح لمكان أحسن، ربنا يرحمه أكيد ويغفر له ويجعل مثواه الجنة يا رب يا رب. العالمين. آمين يا رب العالمين. أفضل جناح أيسر في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد كابتن سيسا، نورتني وشرفتني.